إذن اليوم كنعيش واحد المناسبة سعيدة جدا، كنتعرفوا فيها على إنجازات التلاميذ في عالم إدخال التكنولوجيات الحديثة ومحاربة التدخين اللي هي آفة اجتماعية خطيرة خصوصا في هذا السن بالنسبة للشباب. إذن الحضور ديالنا هنا كنحاولوا ندعموا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا هاد الشباب، ونهنيوا الأساتيد وندعمهم كذلك على الانخراط ديالهم في هاد يعني الحياة المدرسية بهذا الشكل. والحمد لله ما رأينا يتلوث سطورنا، وكنتمناو مزيد من الاكتشافات في المدارس ديال الجهة، لأن الحمد لله طاقات كبرى وعطاءات كبرى وتلاميذ كيعطيو أساتذة كيعطيو، وهذا الشيء يتلوث الصدر. السلام عليكم.